كثير ما حكى عن هذه العبارات اللي أنتم عم بتشوفوها الآن أمامكم، عن روح الحية، روح الأرفع، روح الثعبان، كثير مصطلحات بنشوفها في الكتاب لكنه من المصطلحات المخفية أو غير الظاهرة أو غير المعلنة في وقت التحرير، أنه هذا النوع من الأرواح يختفي. شو يعني يختفي؟ يعني يبقى وقت التحرير يعني يحاول أنه ما يظهر، يحاول أنه يعطي أعراض لوجود أرواح مختلفة أخرى حتى يختفي، ويرسل أرواح أخرى بحسب القوة اللي هو بيمتلكها داخل هذا الإنسان. لكن هذا اليوم رح نكتشف بنعمة الرب، رح ناخذ زي ما أنا حكيت الدرس الأول من روح الحية الشيطانية اللي حكى عنها الكتاب المقدس، ورح نخلي أساسات أربعة رح ندخل من خلالها ونكمل الأسبوع القادم. ما هي أنواع الأفاعي الشيطانية وكيف يمكنها الدخول للإنسان؟ هل يمكن أن تعيش الحية في جسد إنسان؟ يعني هل ممكن تشعر أنه في حية جواتك؟ هل ممكن تشعر أو تشوف أو ترى أو تحس أنه في إشي حية؟ ورح نشوف اليوم تحديداً كيف تتحرك هذه الأشياء، علامات وجود روح الحية الشيطانية في الإنسان، كيف تدمرها وتطردها وتتحرر منها باسم الرب يسوع. خلونا نبتدي بالدرس الأول هذه. بداية، لو شعرت وأنت تسمع الدرس، اسمعني جيداً، لا تفتح مايكك، مجرد افتح خلي كف يد ورح نتواصل معك اليوم. بداية، لو شعرت وأنت تسمع الدرس في أي حركة غريبة في جسدك، حركة ببطنك، حركة بأكتافك، حركة بالأرجل غريبة مش متعود عليها، ثقل على الأكتاف، شعرت عندك رغبة أو أفكار شهوانية، بدأ روح الشهوة يزداد، أو غضب، قتل، صداع، تقول على الأكتاف، وجع أسفل الظهر، مباشرة لما تشوف هذه الأعراض اليوم وأنت بتسمع هذا الدرس أعرف أنه في عليك علامات، علامات ساينس. هاي العلامات بتقول أنه في روح شيطانية اسمه روح الأفعى بيحاول أنه يختفي لكنه مش قادر قدام الصلوات النارية اللي بتصعد هذا اليوم أمام الرب. لهيك لو أنت شعرت بهذه المشاعر مجرد خليك أنت خلي كف يدك، وبعدين في نهاية الصلاة لو في فرصة أو وقت رح نصلي معك لأجل تحريرك. ماذا أقصد؟ ليه أنا قلت بالأفعى أو الثعبان الشيطانية؟ شو فرقها عن الثعبان العادية اللي بنشوفها ببلادنا أو بنشوفها من هون هون؟ كتاب المقدس من سفر التكوين، من سفر التكوين إصحاح 3 إلى سفر الرؤيا، يعني جولة كاملة آلاف السنين، يحتوي على كلمة الحية أو الثعبان أو الحية الشيطانية بشكلها الروحي، بشكلها الروحي. ممكن تاخذ صور مختلفة، صورة روحية، ممكن تاخذ صورة جسدية تظهر على شكل جسد زي ما حصل في جنة عدن، ولكن بالأخير بدي أقول إنه كل الكتاب تقريبا يحكي عن الموضوع اللي راح نشارك فيه اليوم، ويعني ولها بالكتاب المقدس مجموعة من الأسماء سوف نتطرق لها بسرعة ونعرف الممالك التي تنتمي إليها وكيفية التعامل معها. وصلي باسم يسوع أنك تبقى إلى نهاية الخدمة هذا اليوم حتى تأخذ بركة من عند الرب. في بعض الآيات أنا حب أدخل بالبداية بكلمة الرب حتى أفهمك أنه هذه الآيات أنا اقتطفت من عدها طبعا لأنه في عشرات الآيات، لكن حاولت أخذ فقط الآيات اللي هي موضوع درسنا أو موضوع درسنا لهذا اليوم فقط. مرتبطة الحية بالراقي أو الساحر، مرتبطة، كلمة حية مرتبطة بالراقي أو الساحر. لو الحية بيقول كتاب هيك في جامعة 10 لدغت الحية، الحية لو لدغت بدون رقية فلا منفع للراقي، يعني بمعنى آخر لو حصل تأثير من روح الحية على أشخاص بدون ما يكون هناك راقي، فأو راقي يعني عراف ساحر الذي يقرأ أي شيء يقرأ عليك، اعرف انه ما في فائده للراقي ان لم يؤثر بشكل او باخر ويستخدم بشكل او باخر روح الحيه. فالحيه مرتبطه بكلمه راقي او رقيه شرعيه، اي نوع رقيه راح تسمعها من اي نوع رقى تروح عند العراف يرقيك، هذا كله مرتبط بروح الحيه. كذلك الحيه تقسم الى مجموعه اقسام، الى مملكتين، مملكه بحريه ومملكة اللي أتى منها الكتاب المقدس في تكوين 3 لما الآله قال عن الحية هي أحيا الحيوانات البرية. فيقسم الكتاب الحية أو الروح الحية إلى قسمين، حيوانات برية
وحيوانات بحرية أو مملكة بحرية. خلونا نشوف أشعياء 27:1، مكتوب في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوهيثان الحية الهارب. اسمع، أول شيء يعاقب بسيفه، انتبه على كلمة يعاقب بسيفه. إذن أول شيء، أول سلطان لك، أول إحنا قلنا لما أنت ترفع إيدك، لما أنت تتكلم بسلطان في إيدك، إيدك مليانة بسيف، هذا السيف هو كلمة الله، لكنه لما تتعامل مع روح الحية يطلع كأنه سيف حقيقي، كأنه ماسك سيف طويل جدا وعم تضرب فيه حية اللي اسمها لوايثان أو لوفايثان، ويعطيك مواصفات هذه الحية، يقول لك هذه الحية هاربة، حية الهاربة. شو يعني حية هاربة؟ يعني تهرب من أمامك، من أمام المواجهات، تهرب من أمام سيف الرب، تحاول أنه تختبئ، بتحاول أنه هي تظهر أمامك. بعدين بيقول لك في نوع آخر لوايثة، الحية المتحاوية الملفوفة السوداء، هذا معناها. ففي نوعين، هاربة وحية متحاوية. بعدين يقول لك ويقتل التنين الذي في البحر. التنين أيضا يأخذهم بمواصفات الحية. هذا الكلام حصل في وقت موسى، لما موسى شق البحر الأحمر، فالرب قطع رؤوس التنانين ورضض رؤوس لوفايثان. أنا ما خليت الآية الثانية لأنه حكيتها كثير، لكنه لازم تعرف أنه في إشي اسمه مملكة بحرية. هاي المملكة البحرية أيضا فيها لوفايثان الحية الهاربة أو الحية المتحاوية، وعادة هذا النوع من الأفاعي يستقر في البطن. كذلك مرتبطة بالكذب والخداع وتحريف كلمة الرب، ولكنني أخاف أنه كما خدع الحية حواء بمكرها. إذن مواصفات أخرى للحية، هي حية الروحية اللي حكيت عنها، هي ماكرة، هي مخادعة، هي مغيرة لكلمة الرب، وهي بتعظم قدامك الأمور حتى لا تخليك تتمتع بالبساطة التي في المسيح يسوع. تبعد عنك فكرة الخلاص، تبعد عنك فكرة أنه الرب قريب من عندك، تخليك تشعر دائما بخدعة شيطانية موجودة تتحرك من خلالها هذه الحية. كذلك الحية مرتبطة بالسحر، خروج 7، فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعل عرافو مصر أيضا، شوف عرافو مصر أيضا بسحرا كذلك، طرحوا كل واحد عصا فصارت العصا ثعابين، العصا ثعابين، تتعامل أيضا بالسحر. تبعوا على كلامي، كلمة العصا ثعابين. ليه بقول لك العصا ثعابين؟ لأنه راح نشوف بعد شوي نوع من الأفاعي يتحول يستخدم أشياء منزلية، أشياء منزلية في اغتصاب أشخاص، راح نشوف بعد شوي. ركز على كلمة طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصا ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. كمان عدد 5 يصف الحية بالتنين، وهون فكرة أخرى قوية أيضا، هو يحارب الأولاد اللي على حياتهم دعوة داخل رحم الأم، فيعمل حوادث للأم حتى تسقط أو يقتل الأطفال قبل الولادة. رؤيا 12، فطرح التنين العظيم، التنين العظيم الحية القديمة. اسمع كلمات التنين العظيم، حكينا عنه من شوية. يا ريت تضغط على الصوت. استمع يا يسوع. طيب، فطرح التنين العظيم الحية، يوصف التنين العظيم بالحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يظل العالم كله. حكينا عن فكرة الظلالة أو الكذب اللي بتستخدمه، طرح إلى الأرض. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. عادة هو عارف أنه الابن الذكر، بغض النظر عن الابن الذكر إن كان شعب الله في العهد القديم أو المسيح، أنا مش بتكلم عن هاي النقطة، أنا بتكلم عن شو بيعمل التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. لما يشوف امرأة حامل وهذا الحمل أو هذا البيبي، هذا الجنين رح يطلع خادم للرب، ممكن يعرف، أعطيك بعد شوي الدلائل، ممكن يعرف فيه فيبتدي يعمل حوادث، يعمل حوادث، كان أكسيدنت في السيارة تصطدم، كان يعمل مثلا حريق، يعمل أي شيء في وقت الحمل. أو المرأة تشوف وقت الحمل في امرأة ضخمة جدا بتحاول تقتلها أو تسقطها أو أي شيء من هاي الأشياء، المهم في وقت الحمل
يحصل اضطهاد غير طبيعي للمرأة اللي تحمل جواها جنين على حياته دعوة للرب. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد، اضطهد، ممكن اضطهاد جسدي مادي في العلاقات الزوجية. أي نوع اضطهاد ممكن تعرفه؟ المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمان وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت حية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. يعني بتحاول جهد الإمكان، أي طريقة كانت، أي طريقة. الماء هون بيرمز للعالم، بيرمز الاحتياج المادي. المهم أنه تقضي بشكل أو بآخر على المرأة التي ولدت الابن، يعني مش بس قبل الحمل لكن حتى بعد الحمل. فعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النار اللي ألقاها التنين من فمه، فغضب التنين على المرأة، اسمع الآن، فذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها. إذن الحية تحارب النسل، كذلك تنتقل للأجيال القادمة، تنتقل للمستقبل. ذهب ليصنع حرب مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله. هو بيتكلم عن المؤمنين طبعا، أولاد الرب اللي هم مكرسين وعندهم شهادة يسوع المسيح. فهذه بعض الشواهد. الأسبوع القادم راح أعطيك أكثر شواهد كتابية عن هذا الموضوع، لكن أنا خليت قدامك فقط هيك مسحة خاصة أنك تكتشف من خلالها أديه هذه الحية مذكورة في الكتاب المقدس وأديه ممكن تكون خطرة. نأخذ أيضا آيات تشجيعية، مش بس آيات من العدو، آيات تشجيعية بتساعدك أنك تتغلب على روح الحية. هذه الآيات يا ريتك تحفظها ويا ريتك تأخذها هيك بشكل أكثر وضوح حتى أنت تقدر تتحرك من خلال. أول آية لوقا 10 معروفة جدا، عدد 18 إلى 19. فقال لهم رأيت الشيطان، اسمع، ساقطا، الحكينا عنه من دقائق، مثل البرق من السماء. ها أنا أعطيكم سلطان، أعطيكم سلطان. باللغة الأصلية مش يتكلم عن السلطان فقط، السلطان بالكلام أو طرد الأرواح الشريرة، لكن يعطينا سلطان في الأقدام، تبع الكلمة، سلطان لتدوسه، سلطان بالقدم، أي بمعنى آخر يحول قدمك إلى نحاس وحديد. ليه؟ حتى تمشي، وأنت ماشي لك الحق أنك تدوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. ولاحظوا، انتبهوا على كلمة الحيات والعقارب. الحيات والعقارب، عادة الحيات هي الحيات اللي تزحف على الأرض الروحية، بتكلم بشكل روحي. العقارب هي اللي تخلي الكدمات السوداء والزرقاء في الجسد بعد النهوض من النوم، تشعر جسدك مصاب ببعض الإصابات. لكن انتبه، السلطان في أي مكان؟ في الأرجل، في الأقدام. لهيك دائما تلاقي أقدام كثير من المؤمنين بتتعرض لضربات من العدو. ليه؟ لأنه يعرف العدو أنه أنت عندك سلطان في أقدامك، يعرف العدو جيدا. لو أنت مسكت سلطانك اللي هو سلطان اللي تدوس فيه الحيات والعقارب، بيهجم، فيحصل يا أما انتفاخ في الأرجل يا أما منع للحركة بأي طريقة من الطرق. هو بيهاجم هذا الروح الأرجل حتى لا تقدر تدوس أي شيء ممكن تستخدمه ضد الحيات والعقارب. العدو راح يهاجمه، تلاقي حركة موجودة مثلا على الأقدام غريبة جدا، انتفاخ، مش قادر، أمراض في الأقدام ناتجة بسبب روح الحية. خلينا أشجعك أكثر، في الصليب في سفر العدد حكى عنها، والمسيح استشهد فيها بالعهد الجديد. فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة، وضعها، نوع آخر، حية محرقة، وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من، اسمع، نحاس. صنع موسى حية، ليه نحاس؟ نحاس هو لغة الديدونة، ووضعها على الراية. فكان متى لدغت حية إنسان ونظر إلى الحية النحاسية يحيى. اسمع الآن، متى لدغت، عضت، بعض الناس يشعر داخله كأنه لدغات، يشعر أنه ملدوء، يشعر أنه في إشي بيلدغه. هون طبعا الناس اللي خرجت عن السياق العام لكلمة الرب، فكان في الناس اللي تزني، الناس اللي ابتعدت، فهذه الحية تبحث، راح نشوف بعد دقائق عن هدول الناس. لكن أشجعك لما تنظر إلى الصليب وتشوف الحية اللي ماتت على الصليب. يسوع مات وقتل الحية على الصليب، بموت يسوع في تكوين 3
قال هذا الكتاب نسل المرأة يسحق رأس الحية. فالحية النحاسية اللي علقت على الصليب واللي استشهد عنها العهد الجديد كان إعلان على فقدان العدل سلطانه على حياتك، فشجعك أنك أنت تستخدم سلطانك. قوة المسحة كذلك مهمة جدا. بولس كان الفكرة الموجودة الشخص لو لدغ من حية فهذا عقاب من الرب على هذا الشخص، فجمع بولس كثير من القضبان وضع على النار فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في عضته، نشبت في يده، دخلت أسنانها وظلت أسنانها مغروسة في يده. بالمناسبة في هذا المقطع وفي المقطع اللي بولس والعرافة هون يستخدم كلمة حية، لكن في اللغة الأصلية أتت لوفايثان أو لوايثان اللي قريناه من دقائق، اسمه اللغة الأصلية دخلت بالإنجليزي أيضا يقول لوفايثان أو لوفايثان، انتشبت أو المرأة اللي كان عليها روح عرافة، كلمة عرافة الكلمة العربية عرافة، لكن باللغة الأصلية أتت بكلمة عدها لوفايثان. لو تبحث عنها بالكتاب المقدس راح تشوف راح نحكي عنها الأسبوع القادم كلمة لوفايثان بدل كلمة روح العرافة. ونشبت في يدي فلما رأى البرابرة الوحش معلقا، شوف كلمة وحش معلقا بيده، قال بعضهم لبعض لابد أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. اسمع الآن قوة المسحة اللي على جسدك، فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء. لديه كل مرة تكون ممسوح، أنا قلت جسدك هو جسد يسوع، فكل مرة جسدك ممسوح مليان بحضور الرب مليان بقوة الروح القدس، مهما الحية حاولت تلدغك، ممكن تلدغك عن طريق كلمات، عن طريق تشويه سمعتك، ممكن تلدغك بشكل على طريق مرض، تلدغك بأي شكل من الأشكال، ومن أقرب الناس ممكن تلدغك وانت بتشتغل وبتخدم الرب. كان بولس بيخدم، كان بولس بيلم الحطب، ومن خلال العمل اللي هو كان بيعمله اتعرض للدغة من قبل الحية. ممكن تكون أنت خادم، ممكن تكون أنت خادمة وتتعرض من داخل المكان من مؤمنين للدغة. شو بتعمل لما تتعرض للدغة؟ شو تعمل؟ لا تضل تبكي على حالك، امسك الحية المكان اللي لدغتك فيه الحية وارميها. أنا قلت هذا الكلام من زمان، ارميها وكمل، ارميها واستمر، ارميها لا تفكر فيها. السم اللي تحاول أنه تنشب في جسدك مش هتقدر تعمل شيء لو أنت فعلا خلت سلطانك، مسكت سلطانك زي ما عمل بولس. مهتم مهتم سمى الكتاب اللي عضه وحش، مش عارف كم وحش عضك، ولكن يمكن يكون في وحوش حوالينا من أشخاص تحت تأثيرات روح الحية. ولما تشوف شخص تحت تأثير روح الحية ويتعامل معك مباشرة افهم أنك أنت تقدر تاخذ الحية أو الوحش اللي لدغك وترميه برا هذا المكان أو برا تفكيرك، لأنه الرب بده يستخدمك بطريقة أو بأخرى. طيب تعالوا ندخل اليوم، رح ناخد 5 أنواع من الأفاعي الموجودة بالكتاب المقدس. أنا حكيت آيات عنها، والآن رح ندخل ونتيجة خبرة في هذا المكان، أنا بتكلم بالخبرة بهذا المكان، رح ناخد اليوم فكرة معينة. لو أنت واحد من الأشخاص اللي تنطبق عليك الخمس مواصفات، شوف أنا كتبت حية ما كتبت أسماء، ما قلت لوفايثان ولا بايثن ولا الكوبرا ولا السوداء، لا مش رح أقول هاي الكلمات الآن، أنا رح أعطيك كلمة واحدة بس مشتركة بين الجميع، لأنه الحية لها صفات مشتركة، يعني صحيح هي أنواع لكنه لها صفات مشتركة. أول صفة روح الحية، روح الحية هو روح هيبة الأمل، هيبة الأمل. هذا النوع عادة يجي عن طريق الوراثة، يجي عن طريق خط الدم، ويجي نتيجة أعمال السحر. أعيد، لو أنا مصاب بخيبة الأمل كل شوية عندي خيبة أمل في حياتي، وهذا الخيبة الأمل كل مرة بتتغير بتتجدد، أعرف أنه أنا معرض من الأساس لأعمال سحر تمت في الأسرة، انتقلت إلي من حكينا من شوي، عرب نسلها انتقلت عبر خط الدم من أجدادي ودخلت إلى حياتي. الحية تنتقل عبر الأجيال من الأم أو الأب للأولاد عن طريق وجود اللعنة في الأسرة. كلمة لعنة معناها التعامل مع الشر أو التعامل مع السحر أو اتفاقيات تمت بالعائلة قبل حتى أن أولد، لكن استقبلت هذا الحية وأنا لساتني بالرحم.
لعنة في الأسرة، هذا النوع من الثعابين هو سبب في كل تدمير. اسمعني الآن، لو أنت عندك تدمير وانتكاسة وخيبة أمل تحدث في حياتك بشكل مستمر، فكر بكلامي الآن وشوف حياتك شو خيبة الأمل الانتكاسة اللي فيها. لو لقيت هذا الشيء موجود، أعرف أنه روح الحية بيشتغل على حياتك. هذا الروح يزداد نشاطه إمتى؟ لما تصلي أو تسمع خدمة تحرير، يقوم بتحرك في البطن أو الجسد ويمكن تمييز حركته واكتشاف أنه ثعبان من خلال الالتواءات اللي تحصل. أنت بتسمعني الآن، لو في التواءات في بطنك، لو في حركة جوات البطن، حركة واضحة، حركة زي ما أنا قلتها، يمكن الحية تكون في إنسان، نعم روحياً ممكن أن تكون في إنسان روحياً، لكن هذا العمل الروحي جواتك بروح الحية تلاحظه بشكل كأنه جسد موجود، كأنه حية فعلية موجودة داخل البطن، هذا يتحرك بهذه الطريقة. كذلك تلاحظ وقت الصلاة أنه فمك ينفتح بشكل غريب، أو لسانك يطلع إلى الخارج، أو تطلع أصوات أنت ما ترغب أنه هاي الأصوات تطلع من فمك، يعمل لسان يتحرك، يعمل فم يفتح، يعمل أسنان يحصل فيها مشكلة، مثل خروج اللسان بشكل غريب مع حركة وألم في الفم والأسنان، كذلك حركة جسدية قوية جدا وقت الصلاة وغريبة. كذلك تظهر أي ثعابين في أغلب الثعابين هي تظهر في الأحلام، أغلبها كأن ترى أنك تخرج ثعبان من عينك، فمك، من إيدك، من رجلك، من أي مكان، تلاحظ بالحلم كأن شيء عم يخرج من جسدك، أو مثلا تشوف نفسك في بيت قديم وداخل هذا البيت كأنه في أفاعي بتتحرك داخل أو خارج الجدران. أنا بعطيك شيء الأشياء بسرعة لأنه أكيد أنت راح تربط. كذلك يمكنك معرفة أنها ثعبان عن طريق سؤال الأسرة، تحديدا الأم والجدة. هذا النوع من الأفاعي يعني اختصاصه الأم والجدة أكثر ما هو اختصاصه الرجال، فيتواجد بالأم والجدة والأجداد. لو أنت سألت أمك أو أمك شاركتك أو جدتك شاركتك أنه أنا بشوف كذلك أحلام بالأفاعي، مباشرة راح تعرف أنه هذه الأفعى هي نفسها الأفعى المسؤولة عن تدمير حياة أمي وجدتي، وهي الأفعى المسؤولة عن خيبة الأمل، وهي الأفعى المسؤولة عن الانتكاسات اللي عم تحصل في حياتي، فأنا بعاني من خط دم فيه روح الأفعى. سبب وجود هذه الحية وممارسة السحر بالأسرة مثل ما حكيت، أو يا أما أنت تمارس السحر، أو زيارة السحرة، أو تطلب من السحرة أو أشخاص خدام للسحر يجوا عندك للبيت ويمارسوا السحر. بمعنى آخر، ممكن أنت تمارس بشكل شخصي عن طريق الأنترنت، عن طريق اليوتيوب، شوف مين علمك في الأسرة، تعلمت من العائلة، راح تدخل هاي الأفكار، أو رحت على ساحر أو عراف، أو دعيت أشخاص إلى بيتك حتى يدخلوا إلى بيتك ويشاركوا في هذا الموضوع. كذلك يقوم هذا الروح، اسمع، هذا الروح اختصاص أمور مادية، أنا قلت خيبة أمل، إذا يوصل خيبة الأمل لمجالات العمل، يضرب المهنة، المال أو الوظيفة بشكل مستمر، حيث يمكن أن تكون لديك مهنة جيدة، عندك حرفة جيدة، أو وصلت إلى مرحلة جيدة، ولكن برغم أنك أنت وصلت إلى هذه المرحلة لازال الوارد اللي يجيك الأمور المادية راتبك يجي لساته محدود وضعيف، وما يحصل أي زيادات على أمورك المادية أو ترقيات من جهة المال، رغم أنك تشتغل تحرث تلتزم مش عارف شو، إلا أنك أنت بتعاني من فقر مادي لأنه وصلت بالاسم إلى مرحلة معينة، ولكن الإنكم اللي أنت بتاخده، الراتب اللي أنت بتاخده، الأمور المادية تبقى ضعيفة جدا. كذلك هذا الروح يمنع التقدم في حياتك الاجتماعية في العلاقات، يفقدك الرغبة بالعيش لأنه يبرمج حياتك بطريقة يفقدك أي تمتع بها، يحبسك بين العمل والبيت، يعني ما بده ياك علاقات، يوقف لك العلاقات كذلك، ما بده يكون عندك أصدقاء، ما بده يكون عندك رغبة بالخروج، تروح مطعم، تطلع مع ناس، تروح كنيسة، بيحارك بهذه الطريقة، بده يحبسك حتى يخليك في خيبة أمل ويوصلك إلى مرحلة أنك تضايق جدا، وليه أنا عايش؟ بيبرمج حياتك بطريقة يخليك طول النهار تشتغل، ترجع البيت بس بدك تنام، وهذا دائما يحصل بالناس اللي تغير مكان سكنها، يعني يسافر مثلا من بلد لبلد آخر حتى يشتغل،
فيطلع هذا الروح يمسكه في البلد الثاني ويقرب عليه العمل إلى أن يوصل إلى وقت معين، بس بده يخلص عمل حتى يرجع ينام ويخلص لك حياتك يوم بعد يوم. لا تغيير، حتى لو استطاع أن يمنعك عن زيارة الكنيسة سوف يفعل ذلك أو أشياء تثير الاهتمام. كذلك يهاجم هذا الروح الحياة الزوجية بقوة، يعني يهاجم عملك، يهاجم أحلامك ورؤاك، يهاجم طموحاتك، يحبسك. كذلك له خط آخر، هذا يقوم بمنع الزواج، يقوم بمنع الزواج، أو لو حصل زواج يقوم بالهجران. المهم أنك تبقى عامل لك بلان أنك تعيش وحيد بعيد عن الارتباط، حتى تشعر دائما بأنك غير مرغوب، خيبة أمل. حتى لو حاول يكون منفتح ليبدأ علاقة لغرض الزواج سوف يلاحظ انهيار العلاقة بدون سبب. هذا الروح مسؤول عن تدمير العلاقات الأسرية مع العائلة، مع الأم والأب والأخوة. لو أنت عندك هذا الروح راح تلاقي بيتك، يعني البيت اللي أنت فيه أصلاً بينك وبين أخوتك مشاكل بدون أي سبب، غضب، عراك، كلمات، بينك وبين العائلة الأم والأب علاقات مقطوعة. يقوم بتدمير العلاقات بشكل كبير، علاقات الأسرية، حتى تصل إلى قطع العلاقات ولسنوات طويلة. اذكر هذا الروح بده شغل بيت، شغل بيت، شغل بيت، مين بده إياك تطلع أكثر من هذا الموضوع. كذلك هذا الروح صفات أخرى تشير إلى وجوده بالأسرة، كان يكون موت للأطفال الذكور وأبقاء للأطفال الإناث فقط. هذا يدخل كذلك في موضوع التحديد النسل للمرأة. أنا قلت هذا جاي نتيجة سحر متوارث، فتلاقي العائلة كلها إناث، كل ذكر يولد بالعائلة يموت، أو العكس، أو العكس يركز حتى تبقى بعزوبية، لكنه لو حصل زواج كذلك ما يخليك فرحان أو سعيد، والأغلب ينتهي الزواج بالانفصال. بعيد عنكم هذا طبعا الروح واحد من الأرواح المزعجة جدا. طريقة التحرير من هذا النوع من الأرواح، عادة هذا الروح يصاب بالاهتزازات بالجسد. أول ما تلاقي أنت في كنيسة روحية، في مكان يتواجد فيه الروح القدس، في صلاة بداخل برنامج زوم قوي جدا، شو بيحصل؟ أول شيء تشعر فيه اهتزازات، يهتز الجسد. لذلك أول شيء أحكي لك، لو أنت عايز تتحضر وعندك هاي الصفات، كون في مكان روحي مليان بنار الروح القدس. أكثر شيء يؤذي هذا الروح لما تستعلن نيران الروح القدس في وجهه. أكثر شيء لما تكون المسحة قوية، زي ما حكينا مع بولس لما لدغ الوحش يده كان مسحة قوية، ما أثر، ما دخل عليه، لكن النار لما تكون قوية بتأذي هذا الروح جدا. كذلك وجود ثقل كبير كأنه حجارة موضوع على القلب ويصعب حملة. لو أنت شعرت أنه في ثقل على قلبك، خلي إيدك على جسدك، خليك على قلبك، أعلن الأماكن اللي أنت بتشعر فيها الثقل، هذه مخصصة للرب. كذلك تحصل حركة في اليدين والأرجل بشكل غريب جدا، لاحظ ايدك تتحرك ورجلك تتحرك. الصلاه وكسر اللعنات مهمه جدا في حريه الانسان من هذا الروح. لازم ترجع الى برنامج كسر اللعنات اللي عملته وتعرف كيف تكسر اللعنات المتوارثه عبر خط الدم من اعمال السحر واتفاقات مع العدو. التوبه عن اي اتفاق تم بين الاسره والسحر بالسابق مع قطع رباط الدم، الاعلان عن الانتصار في المسيح يسوع. الايات اللي قريتها من شوي، السلطان اللي قريته، وتبعية المسيح، رفض تواجد الحية في الجسد، طرد هذا الروح من خلال اسم يسوع وعدم السماح له بالرجوع. هذا أول أنواع الأرواح اللي ممكن تهاجمك عن طريق الوراثة نتيجة وجود أعمال سحر في الأسرة. النوع الثاني وهو الأخطر، هذا النوع يخص الأطفال، خلينا نقول من عمر سنة إلى 12-13 سنة. هذا روح مخصص للأطفال. عندما يكون الطفل قد تعرض لزيارة ساحر أو عراف أو عالم روحاني أو عزاب، أوضح، لو أنت اكتشفت ابنك في عمر 4-5 سنين عنده روح التوحد أو عنده مرض أو عنده تساقط بالشعر أو عنده whatever الموضوع اللي عنده، فشو عملت أنت؟ مش ملاقي حل عند الدكاترة، فروحت زرت، أخذت ابنك وديته على عالم روحاني، وديته على عزام يعزم له، مش بهدف أسحار، أنت رحت بهدف طيب، بنية طيبة على هذا الشخص حتى يصلي عليه، يباركه، يشيل منه الخوف. كثير أطفال عنده خوف. مباشرة دخولك في هذا المجال شو بيعمل؟
عندما يكون طفل قد تعرض لزيارة، أو أخذت ابنك مثلا، حصل عندك سرقة في البيت وحصل عندك مشكلة، فبدك تعرف مين اللي عمل هذا الموضوع، فأخذت ابنك، لأنه العراف يشترط عليك أنه أنت تجيب طفل حتى يشوف، يا أما بالماء أو بالمرآة، الماء أو المرآة أو غير هذه الأشياء كلها 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 بتدخل روح الحية على ابنك، بليز ابتعد عنها. فأنت مش رايح زي ما قلت لك، بعض الأوقات مش بنية سيئة، أنت رايح ابنك عنده خوف، ابنك عنده مرض، فزرت عراف أو شخص حتى يزيل هذا الموضوع من ابنك ويتخلص من حالة ظهرت فيه في مرحلة الطفولة، أو لأجل إزالة روح الخوف، أو لأجل الصلاة عليه للبركة، أو للمساعدة، أو للتخلص من البكاء المستمر. ابنك يبكي كثير، عادات قديمة في الأسرة، في لحظة الصلاة أو التعزيم يستغل روح الحية هذا التصرف ويدخل في الطفل ويبتدئ بتدمير حياته من مرحلة مبكرة. بعض من تصرفات الأطفال الغريبة والحركة الزائدة في اليدين والضرب والصراخ تأتي بسبب وجود روح حية في هذا الطفل. يمكن راح تقول لي طب مش الكتاب قال الملائكة تحمي الأطفال؟ نعم، أنا بتكلم عن موقف عائلي، أسرة عملت غلط، أسرة هي دخلت في أرجلها إلى مجالات السحر والعرافة وراحت زارت عراف وهي سمحت بهذا الموضوع، فالسماحات اللي أنت بتقدمها كأم وكأب تفتح باب في هذا الموضوع. في أوقات التحرير ترى هذا الطفل أو إن كان قد وصل إلى مرحلة البلوغ ازدياد في الحركة الجسدية خصوصا في اليدين، حركة دائرية وكأنه يقاتل ويدافع عن نفسه، يتحرك يتكلم من خلال اليدين، هذا الثعبان يتحرك في البطن يجعل الجسد كله يتحرك مثل الثعبان، حركة لولبية زاحفة وملتوية خصوصا وقت الليل. لازم تنتبه لو شفت ابنك بيتحرك بطريقة غريبة أو بينام على الأرض بطريقة غريبة، لازم تنتبه على هذه الأفعال لو أنت أخذت ابنك إلى أي شيء من هذه المجالات. تأتي قوة هذا الروح بسبب وجود حجابات أو صلوات معينة أو تعاويذ أو عيون زرقاء لأجل طرد الحسد والشياطين من الأطفال، توضع في ملابسهم أو على السرير. بعض الأوقات يعطيك حجابات يقول لك هذا يحفظ لك ابنك من الشياطين، يعطيك خرزة، يعطيك أي شيء حتى فقط أنت تستخدمه تخليه في البيت في الملابس أو في السرير حتى يحمي ابنك من الحسد أو يحمي ابنك من أشياء من هذا النوع. أعرف الأشياء اللي عم يعطيها لك العراف، إن كان حجابات، إن كان صلوات معينة، إن كان دهون معينة، إن كان مياه معينة، كل هذه الأشياء هي عبارة عن تثبيت لروح الحية اللي أطلقوا هذا العراف على ابنك. يقوم البعض من المصلين الروحانيين بإعطاء الأبر، الجلود الحيوانية، أي نوع من الصوابين، حتى الصوابين، يقول لك روح حمم ابنك بهذه الطريقة أو أشياء تحمي ابنك أو ما شابه هذه الأمور. يقول للأسرة أن هذه الأمور سوف تحمي أطفالكم وتباركهم، مع أوراق مكتوب عليها آيات من الإنجيل أو كتابات غير مفهومة، ويطلبون بوضعها في سرير الطفل أو في الملابس التي يرتديها، وهنا تأتي روح الثعبان لتستقر في الطفل. راح تشوف نفسك بتشوف أحلام بابنك مرعبة، شوف ابنك كأنه محاط بأفاعي، ابنك نفسه يشوف نفسه في مرحلة عمرية معينة في 12 أو 13 سنة، يشوف في التخت اللي هو نايم فيه يلاقي كأنه أفاعي نايمة معه أو تتحرك معه. لذلك أول خطوات التحرير هو التخلص من هذه الأشياء عن طريق حرقها أو تدميرها بالكامل ومن ثم رميها خارج البيت. لازم تحترم، لازم تتخلص منها حتى لو كانت قيمتها المادية عالية، تخلص منها. كذلك يأتي هذا الروح للأطفال عن طريق صب الرصاص في الماء فوق رأس الطفل. كلنا مرينا بهذا الموضوع، صب الرصاص في الماء، يغلي لك شوية رصاص يقول لك هذه عن الحسد، وبعدين يرميها في الماء ويطلعها يحاول يشوف وجه من، يفتكر أنه ذكي جدا بيعمل بهذه الطريقة ببساطة مش بقصد يأذيك، لكن عادات تجلب لك روح الحية. كذلك يأتي عن طريق استخدام أمور لزجة، مساحيق معينة، زيوت، ولك اغسل ابنك، خلي ابنك يتحمم بهذه الأشياء، وخلي هاي على الرأس، يعطيك العراف أشياء حتى أو تلاوات أو صلوات من الساحر، أو يعطيك مي ولك هذا مي مقدس أو هذا مي مصلى عليه أو هذا مي راح يساعد ابنك حتى يتخلص، وانت بكل بساطة تأخذ وتستخدمه. أول ما تتلامس هذه الأشياء مع جسد ابنك مباشرة أول ما ينزل المي، هذا الروح راح يدخل للأطفال ويعتبر ابنك تحت تأثير أرواح السحر.
الصفات او العلامات اللي ترافق وجود هذا النوع الثاني من الارواح. الشعور المستمر، شعور المستمر بوجود افعى كبيره وطويله يمكن تمييزها بشكل روحي موجوده بالمكان الذي يقيم به هذا الانسان، ليس بالاحلام بل بالحقيقه يشعر بوجودها بشكل مستمر لوحده من دون ان يشعر بها الاخرون. وفي الاغلب تكون لهذه الافعى مجموعه من الرؤوس لا تقل عن 7 رؤوس. يعني هالمره طلعنا من موضوع الاحلام، طبعا هي بتجي بالاحلام، ولكن برات الاحلام انت تشوف، الناس لا ترى، انت ترى. شخص اللي عنده هذا الروح هو اللي يرى، يتخيل، يتصور، بعيد عن الاحلام بتكلم، انه في روح كبيره، افعى كبيره بتمشي على اطراف البيت او في زوايا البيت. هذه الافعى هي مع ما في حدا بيشوفها غيرك انت. ليه؟ لان هذا النوع من الافعال اللي عم بحكي عنه اليوم هو ناتج او هو طريقه تعامله بهذه الطريقه، عنده رؤوس متعدده تشوفه بطريقه متعدده. كذلك تستعلن هذه الحيه عن طريق الاحلام، حيث تهاجم بالاحلام بقوه. اما طريقه التحرير من هذه الافعى كما ذكرت في البدايه، التخلص من كل عطايا السحر والسحره، حجابات، خلا زرقاء، ماء مسحور، احرقها، ارميها، تخلص منها، كسر لعنات السحر بالكامل، الصلاه على ماء وتقديسه، وغسل الجسد به وشرب القليل منه، ثم طرد هذه الأرواح والتحرير منها، وكذلك رش هذا الماء المقدس على البيت، على السرير، على كل أماكن خليت فيها أي شيء أو خبأت فيها أي شيء من عطايا هذا الساحر، حتى الملابس. توبة عن أخذ الأطفال المعزمين، هذه تخص العائلة أو السحر أو حتى الشمامسة، الشماس اللي يعطيك بعض الأوقات ورقة مكتوبة زي الحجاب، كل ورقة مكتوبة فيها حتى لو كان فيها آيات لكن أخذتها لغرض كسر حسد، قال لك الشماس أو القسيس، قال لك هذه حجاب، هذه حجاب قبر يسوع، هذه حجاب مش عارف مين، أعرف أنت داخل في مجالات سحر، لأجل تصحيح حالتهم إن كانوا يعانون من أمور سابقة، كسر لعنة هؤلاء بقوة اسم يسوع، الصلاة ووضع هذا الروح تحت نيران الروح، ذكر دائما روح الحية التعامل معه نيران الروح القدس، دائما تعلن النار عليه، دائما ذكر كلامي، أعلن نيران الروح القدس، أعلن أنه يقترب تحت تأثير هذه النيران بشدة، والمحرر الممسوح راح يستخدم هذا الموضوع. صحيح راح يحتاج وقت، راح يحتاج جهد، يمكن يطول لأنه موجود منذ فترة طويلة أو من الطفولة، ولكن بالآخر راح يخرج وتحت تأثيرات حروق من قبل الروح القدس. ربط هذا الروح مع باقي الأرواح التي دخلت بسببه وطردها معهم إلى أعماق الهاوية وأعطى الأمر له بعدم الرجوع والدخول مجددا للإنسان. سؤال الروح القدس للسكنة في هذا الإنسان ومساعدته على تغيير حياته. نجي على بعده، نوع الثالث كذلك يخص الأطفال، لكن هذه المرة الأطفال الغير مولودين أو الأطفال اللي هم بالرحم أو حديثي الولادة اللي عمره مثلا أشهر. هذا الروح شو بيعمل؟ يخص الأطفال في الرحم المولودين بمرحلة مبكرة من الإنجاب، أفعى قاتلة الأطفال الصغار. هذا الروح يقتل الأطفال بالرحم، يمنع الحمل، يقتل الحيوانات المنوية للرجل قبل أن تصل إلى البويضة لكي تلقحها في رحم المرأة، كذلك يقتل الأطفال بعد الولادة. هذا اللي بحكي عنه نتيجة اتفاق وجود لعنات عائلية بالأسرة دخلت عبر الرحم، إسقاط متعمد للأطفال، هذا كله بيخلي أفاعي تتواجد أو تعيش في رحم المرأة بوقت قليل، مسؤولة بشكل مباشر ومختصة بجلب الحزن للمرأة بسبب موت أطفالها. هدفه مش بس يخليك وحيد، احنا قلنا عنده أهداف، هدفه بهذا النوع الثالث إنه المرأة تبقى دائما حزينة، دائما مشتكية على الرب، تكلم صلوا لي بدي أن يكون عندي أطفال، وهو بيكون عندي أطفال، تروح تفحص عند الدكتور ما عندها مشكلة لا هي ولا زوجها، أعرف إنه في مشكلة بموضوع اسمه روح الحية، يمنع زواج المرأة باعتبارها زوجة له. شو بيعمل هذا الروح؟ هذا الروح يتخبى خلف روح آخر اسمه الزوج الروحي. طبعا في سلسلة أرواح موجودة، بس الرئيسي المنفذ اللي بيشتغل بالخفاء، احنا أول ما نشوف زوج روحي نمسك بالزوج الروحي، نمسك بإيزابل ونترك الحية. الحية هي نمبر وان، الحية هي نمبر وان. يمنع زواج المرأة باعتبارها زوجته ولا يريدها أن ترتبط برجل، وإن تزوجت يقوم بقتل أطفاله لكي ينتقم منها. هذا النوع من الأرواح عنده روح الانتقام بسبب أنه يعتقد أو يخلي فكرة أنه هذه زوجتي فخليها مرتبطة فيها. لو كسلت هذه المرأة هذا القانون يحاربها حتى بعد الزواج
بجهة الأطفال بالفشل في الزواج لكي يفصلها ويخرب زواجها وبيته وحتى يرجع له. هذا الروح يدخل في مرحلة الطفولة عندما يقوم أحد الأشخاص بعمل سحر أو في حالة الاغتصاب في مرحلة الطفولة. اغتصاب في مرحلة الطفولة، يستغل هذا الروح باب الاغتصاب ويدخل، خصوصا إن كان المغتصب ساحر أو عراف، حيث يربطها منذ الطفولة بالزوج الروح. طبعا بتكلم أنا عن الأم وبالتالي عن الأطفال. يظهر هذا النوع من الثعابين أيضا من خلال الأحلام ليلا. قلنا كل الثعابين لها أحلام، كذلك يتواجد هذا الروح نتيجة الإسقاط المتعمد أو الإجهاض. طريقة التعامل مع هذا الروح، أول إشي لأنه في كسر بمشاعر الأم نتيجة موت الأطفال، أو في كسر في مشاعر البنت لأنه لم تتزوج، في كسر في المشاعر لأنه عم تغتصب، فتحتاج إلى شفاء النفس من تأثيرات الاغتصاب في مرحلة الطفولة والاعتداء. كسر السحر في الطفولة بالكامل والتعامل مع اللعنة، إسقاط هذا الارتباط، هذا الزواج عن طريق حرق، انتبه، حرق خاتم الزواج أو التخلص من الحجابات، حرق الحجابات التي قام بها الساحر، أو عن طريق الصلاة على الأصابع، مسحة بالزيت المقدسة، مباركة الرحم وكسر لعنات موت الأطفال، طرد روح الموت ومولوك وربطها مع روح الحية بالكامل. أنا بحكي بسرعة، معلش سامحوني، بس ما بدي أخذ وقت للصلاة. النوع الرابع هو الأفعى العملاقة أو الأفعى المدمرة لكل الأشياء الجيدة في الحياة. هذا النوع من الثعابين مسؤول عن تدمير الصحة، هذا اختصاص صحة، ويركز طبعا أنا أقول ليه عيون مفتوحة، هو بيركز على ضعف في الرؤية، ضعف في النظر، فيهاجم العيون، وبالتالي لو ما قدر يعمل لك مشكلة في النظر هو يهاجم التركيز، ما يخليك مركز. سلب النوم والشعور بالألم الجسدي طول الوقت، ومن خلال هذا التدمير في الصحة يبدأ بتدمير المستقبل من خلال العجز الذي يضعه بالجسد والتعب والإرهاق. لو قدر يدمر لك صحتك شو بيعمل؟ بس يدمر صحتك راح يخليك عاجز، راح يخليك فقير، مش هتقدر تشتغل، تطلع تعمل. فهذا يشتغل على الصحة، خصوصا على النظر والتركيز، ما يخليك تركز في عملك. هذا النوع من الثعابين يدخل من خلال الأحلام. هذا تحلم بحية، تحلم بحي، صحيت الصبح وانت محتفظ بالحلم جواتك، الحيه راح تبقى جواتك. لو انت كسرت هذا الحلم من خلال دم يسوع، الحيه راح تتوقف عن الحضور او يتوقف تاثيرها على حياتك. هذا النوع من الثعابين مش سحر، يدخل عن طريق الاحلام، وهو في الاغلب ياتي برتبه ملك، حيث اول تعاملات معه يجب ان تخلع خاتمه وتاجه، لانه يجي تحت نيران، عفوا يخترق تحت نيران الروح القدس. العلامات الاخرى لهذا الروح، الكوابيس الليليه، مخنوق، نفسك مش طالع، مش قادر تصحى من النوم، كابوس، اول ما تقول انا كنت تحت كابوس، هذا النوع افعى تجلس على الصدر، ممارسه الجنس اثناء النوم، يغتصب اثناء النوم، كذلك رؤيه احلام مثل الاكل اثناء النوم، عند الاستيقاظ الرغبه بالسلوك العدواني تجاه النفس والاخرين، يقعد من النوم، احنا نقول باللغه العاميه كانه روحه يعني كانه مليان معارك، بس بده يدخل في مشكله. الاستياء من الأسرة، ازدياد المشاكل الأسرية، عدم وجود سلام أبدا، في كل يوم بحالة أسوأ من اليوم السابق. رؤيات، هذا الأهم، ليه أنا قلت يدخل عن طريق الأحلام؟ كيف يدخل؟ يجيب رجال عملاق أو أفعى عملاقة، نشوف رؤية، حلم برجل أو أفعى عملاقة، ربما تكلمك بهاي الكلمات، تقول إنك ملك لها، أو أن الرجل العملاق يقول للفتيات أنت زوجتي، تسمع كلمة زوجتي ملكي أنت بالأحلام، وبالأحلام يحصل اغتصاب، يمارسون الجنس معهم في الأحلام، والثقل في التنفس وكأنه شيء يجلس على الصدر، يلتف على الرأس والأكتاف، هذا روح الأفعى، تشعر أنه رأسك طايش وصوت ونة بأذانك وثقل على أكتافك، أحلام اغتصاب، أعرف أنه هذا مرسل لك من الجحيم ودخل إليك عن طريق القلب. أكثر ما يميز هذا الروح هو عدم القدرة على التركيز. لو أنت ما عندك تركيز بالخدمة، انتبه على كلامي، مهم الآن التركيز والتمتع بالخدمة والعبادة وقت الصلاة. شو بيعمل هذا الروح؟ بيعمل تشتيت ذهني،
في أغلب الأوقات هذا الروح هو المسؤول عن ضياعك وقت الصلاة وجعلك غير منتبه. الناس بتصلي أنت بعالم آخر، الناس بتسبح أنت بعالم آخر، تجي الوعظة أنت غير منتبه. وقلت هذا الروح مسؤول عن العيون، مسؤول عن عدم التركيز، يمنعك من أن تتقرب إلى الرب بأي شكل، لأنك ستلاحظ في كل مرة تتقرب فيها إلى الرب حدوث شيء جديد يمنعك ويشتت ذهنك. كل مرة تيجي تقول هاي الخدمة راح تحرر، هاي الخدمة راح تغير، وأنت تيجي راح يحصل معك نفس الموضوع جوات العبادة وبرات العبادة، تلاقي نفسك مضروب بعد العبادة. ليه؟ لأنك أنت عم تتحدى هذا الروح بوجودك في مكان روحي. فشو بيعمل هذا الروح عادة؟ يبتدي يزداد حركته عليك لما أنت تكون داخل عبادة أو خارج عبادة. شو بيعمل جوات العبادة؟ يخليك متشتت، يخليك تفقد التركيز على الخدمة، تصاب بدوخان، تصاب بأشياء داخل مجال العبادة. طريقة التعامل مع ذلك: فتح العيون أثناء الصلاة، التركيز في عيون الشخص لكي يرى الضوء الخارج منك، يشعر بقوة الروح القدس التي فيك والتي سوف يستخدمها الرب في حرق هذا الروح بشدة تحت نيران الروح القدس. طيب، كسر كل الحقوق التي سمحت لدخول هذا الروح عبر الأحلام، تقديس الأحلام. لا تعد تتكلم عن حلمك. أول ما تصحى شيل التليفون، أنا شفت حية. أول ما تشوف حية وصحيت من نومك أعلن كسر هذا الرؤية، كسر هذا الحلم من خلال دم يسوع. وقبل ما تنام قدس أحلامك، وبعد ما تصحى أعلن نيرانك نيران روح القدس، وأعلن رفضك قبول أي أحلام فيها ثعابين أو تصديقة، رفضك لوجود هذا الرجل الضخم اللي بيهاجمك ويغتصبك. لكن كأنه أمر عادي، أنا خجلان، أقول لا تخجل، هذا روح شريرة. يجب كسر الأحلام بلحظة الصحيان بقوة دم يسوع، وعدم مشاركة الأحلام مع الآخرين، وطرد كل ما دخل لذلك من هذه الأحلام بشكل مستمر. قطع أي روابط زواج تمت بالأحلام، أي روابط زواج. قالها أنت زوجتي، صدقت. لا، اقطع الروابط مع الأرواح الشريرة بالكامل، ارفضيها. كسر الكوابيس وكل أنواع الخوف المصاحب للأحلام هذه، ألغي. لا تقبلي بالكابوس إنه اليوم أنا رح يجيني كابوس، رح أنام ورح أحلم بكابوس. لا، اكسري هذا الموضوع. طرد هذه الأرواح وربطها مع أرواح المرض والضعف والزواج الروحي والزوج الروحي وكل ما يتبعها من أرواح شريرة إلى أعماق الهاوية. طلب الحصول على الروح القدس والسلام الداخلي والشعور بعد التحرير بخفة الوزن ورجوع الصحة بقوة للإنسان، سلام في القلب والأفكار والقدرة على التركيز والنظر بشكل جيد. لما تكون تحرير راح ترجع تركز، راح ترجع تنظر، وراح تشعر بخفة. ليه؟ لأن هذا الروح اسمه روح عملاق، يعني يسبب ثقل بالجسد. بعض الأوقات أنا لاحظت هذا الروح أيضا يسبب سمنة، يسبب إشي بدون ما إنسان يأكل تلاقيه كأنه منفوخ، مش عارف ليه هو منفوخ. هذا الروح مسؤول عن هذه الأشياء أيضا. النوع الخامس والأخير: الأفاعي التي تتحكم بالمستقبل أو بالمصير. قلنا في أفاعي تدخل عن طريق الأحلام، قلنا في أفاعي تدخل عن طريق العائلة، عن طريق ممارسة السحر، قلنا في أفاعي تدخل عن طريق الإسقاط والإجهاض، قلنا في أفاعي تهاجم عن طريق الاغتصاب، تمنع التركيز. النوع الأخير هو النوع الخامس، الأفاعي التي تتحكم بالمستقبل، اللي بدها تسيطر على مستقبلك أو مصيرك. هدف هذا النوع من الأفاعي هو التحكم وتدمير مستقبل الإنسان. هذا النوع عادة يكون مرسل، اسمع الآن، هذا أخطر أنواع الأفاعي. هذا الروح زي ما قريت في الشاهد اللي عفوا من سفر الرؤيا، أنت امرأة عم تتنبعي على ابنك بأنه يكون خادم للرب، عم تتنبعي قبل الولادة، عم تتنبعي وتتنبعي وأنت مصلية أو أنت دخلت في حوار معين. هذا الروح مرسل. من وين مرسل؟ يا أما يكون مرسل من روح الموت أو مرسل من لوسيفر بشكل شخصي. يجي مرسل محدد لتدمير مستقبل ومصير إنسان من خلال شو؟ من خلال أرواح الزنا. كيف؟ خلينا نوضح. يقود هذا النوع من الأفاعي الإنسان من خلال روح الشهوة. هذا مسؤول عن وضع الشهوة. راح تقول لي يعني الشهوة، يعني شو الشهوة؟ الشهوة ويضع رغبة قوية لعمل الزنا من كلا الجنسين. يعني لو مرأة يحاول بأي طريقة يخلي قدامها رجال، مش هو اللي يزني معها لكن يخلي قدامها رجال حتى تزني، يكفف روح الشهوة.
لو ما قدر على هذه المرأة أنه هي تزني، كيف يتصرف؟ لم يقدر أن يجعل الإنسان يزني حرفيا مع الآخرين، يقوم بإعطائه رغبة شديدة للممارسة العادة السرية أو الاستمناء، لذلك يجلس هذا الروح في الأصابع والعيون. هذا المرسل لكسر سمعتك، مرسل لكسر مثل ما قلت بالبداية، كسر عين الخادم أو الخادمة، أو كسر عين الإنسان لما يخليه يسقط في خطايا نجاسة من ضمنها الزنا. كيف يخليه يزني؟ يمسكه بعمر مبكر، يخلي فيه أرواح شهوة حتى يوصل. بقول لك عمر مبكر يعني يمكن يكون 4 سنين 5 سنين، بهذا العمر مرسل له حتى يخليه بهذا العمر يحصل عنده نوع من الاستمناء، أو لو كبر شوية يحصل عنده دخول كثيف للعادة السرية أو قيادة لممارسة الجنس عن طريق، مش عن طريق الزواج، عن طريق العلاقات المحرمة. هذا الروح يتسبب في الحوادث الكارثية زي ما أنا حكيت من دقائق، عندما ينتقل من رحم الأم إلى الجنين، فهو يجعل الأم تتعرض لحوادث لكي يقتل الطفل في داخلها. الأم اللي بتعلن على ابنها دم يسوع، أعلن على نفسك أنت دم يسوع، لما أنت تعلني أولادي يكونوا للبركة، أولادي يكونوا للقوة، أولادي يكونوا للمسحة، أنت نفسك لازم تحمي نفسك. ليه؟ لأن هذا الروح بده يموت الجنين قبل الظهور، مثل ما حكيت في رؤية 12، بده يموت الطفل. كيف يموته؟ أنت تصابي بحوادث، بأمراض، أنت تصابي بأشياء جسدية، حتى تفكري برمي الطفل أو تتخلصي من عنده بأي طريقة من الطرق حتى يخلص من هذا الطفل قبل أن يولد. ليه؟ لأنه عارف أنه هذا الطفل أنت عم تتنبأ عليه، عم تعلني إعلانات أنه يكون خادم للمسيح، فما بده خدام للمسيح. هذا الروح يمكنه أن يعرف دعوة الإنسان من قبل أن يولد عن طريق طبعا إعلانات اللي تعلن الأم. لذلك هذا الروح ضد المؤمنين صانعي السلام والمصلين من أجل النفوس. شايف ابنك رح يطلع صانع سلام، شايف ابنك رح يطلع خادم ممسوح، شايفك أنت بتصلي وبتعلني سلام في بيتك، سلام في حياتك، هذا الروح يبتدي يشتغل حتى يخرب هذا الموضوع. علامات ترافق هذا النوع من الثعابين: الهروب، قلنا الحية الهاربة، فاكرين لما قرينا الحية الهاربة، الهروب المستمر من الأماكن المقدسة والتي تحت نيران الروح القدس. هو روح ضعيف، هو جندي، ولكنه حصل على رتبة ملك، هو جندي. كل روح مرسل هو جندي، لكن لما يرسل يأخذ رتبة أعلى، رتبة ملك، وهو مرسل من أرواح شريرة أقوى منه. الرغبة القوية للشهوة والاستمناء بشكل مستمر في عمر مبكر قد لا يتجاوز 5 سنين، وكل مرة يحاول الإنسان المقاومة وعدم السقوط يرجع هذا الروح بقوة أشد لكي يجعله يسقط في العادة السرية والاستمناء. حتى بتكلم عن شخص خلص كبر بلغ، أقول لك أنا بأخذ قرار أنا مش هعمل هيك، شو بيعمل هذا الروح؟ مجرد التلامس مع الأعضاء التناسلية أو الأماكن الخاصة يعمل إثارة، حتى لو ما في فكرة امرأة أو رجل في راسك، مجرد الاقتراب مباشرة يعمل استمناء، مباشرة يخليك بالعادة السرية، يتسبب في رجفان في الأطراف، تنمل في اليدين بشكل مستمر، استمناء يزداد، تلامس الأرجل أو الحركة بالأعضاء التناسلية في الأطفال، حتى الطفل مجرد ما تتلامس الأماكن الخاصة بتلاقي الطفل هذا يحصل عنده إشي داخلي، يحس إنه في إشي عم يحصل جواته قبل أن يصل سن البلوغ. كذلك يرافق هذا الروح أرواح الغضب، هجوم، محاولة إيذاء الغير، يدخل في الأغلب عن طريق التلامس للأرجل مثل المساج. هل الكلمة مهمة؟ هذا الروح أنا قلت إنه مرسل. لو أنت مثلا رحت على شخص عنده هذا الروح، طلبت يعمل لك مساج، طلبت يضع إيده عليه، أي مكان العراف أو الشخص اللي يعمل مساج أو الأشياء اللي فيها تلامس جسدي، وضع يد، وهذه تحصل في الكنائس. انتبه، ليه أمنع؟ أقول لك لا تخلي حدا يقبل تضع إيده عليك، مش لأنه أنا ضد وضع اليد، لا بالعكس، أنا برحب بوضع اليد، ولكن لو هذا النوع من الأرواح يرسل ينتقل عن طريق وضع اليد، فأي مكان، إن كان وضع واحد يده على رأسك أو على كتفك أو على صدرك أو على ظهرك، أو روحت مكان وضعت الأيادي عليك
على جزء من جسدك، على الأرجل بشكل شخصي مباشرة، هذا الروح يدخل عن طريق هذا المكان. لازم لما أنت تشعر بعد أي وضع يد أو تلامس جسدي شفت حلم في أرواح زي التعبان، أعرف حصل اختراق مباشرة، ابتدي تحرر من هذا الاختراق. هتقول لي مش هذا أمنع نفسي بالكنيسة؟ يمكن ما تقدر تمنع نفسك بسبب المكان، بسبب الناس تجي بقوة عليك، أو بسبب أشياء أخرى. لازم تاخد موقف. هذا النوع من الأرواح هي طريقته، مرسل لك خصيصة، يعني شايفك أنت وابنك رح تعرض لإشي معين، أو رح تخدم بطريقة معينة. شو بيعمل لك؟ إنسلك خادم عنده هذا الروح، ببساطة خلي إيده عليك، استقبلت هذا الروح، رح للرحم، قتل لك ابنك. يأتي عن طريق الإرسال، يدخل في الأغلب عن طريق التلامس للأرجل، يلمس رجلك مثل مساج، أو شخص يضع يده على الأقدام أو على البطن أو على الرحم أو على أي مكان. مجرد ما وضع يده في جسدك انتقل هذا الأفعى باللمس، وتشعر بوجوده، تتحرك بشكل أو بآخر بشكل واضح جواتك. طيب، هذا الأفعى لا يتعامل لوحده، بل تجلب معها مجموعة من الأفاعي الأخريات لتنشرها في هذا الأفعى اللي بيميزه الانتشار في الجسد، ينتشر بكل الجسد، في كل الجسد تتكاثر هاي الأفاعي بقوة وتزداد حركتها عندما يقرر الإنسان الذهاب زي ما قلت الكنيسة أو الصلاة. وقت الصلاة هو الوقت الذي تضع فيه هذه الحية كل التصورات الجنسية والشهوات على الحاضرين. وقت الصلاة شوف شو يعمل هذا الروح. عارف أنت رايح الكنيسة أو رايح خدمة روحية، يجمع قد ما يقدر من الأفاعي اللي معه، يخليها ساكتة. أنت رحت الصلاة، حرك هذه الأفاعي، وين حركها؟ ينشرها بالجسد، على العين، على الإيدين، على المناطق الحساسة بالجسد. ليه؟ بده إثارة، بده حركة شهوانية، بده أي إشي يشغلك عن أنك تأخذ النعمة أو تأخذ تقترب من الرب، فينشط بشكل قوي جدا في الكنيسة، ويحرك عيونك باتجاه الخدام في الكنيسة، فتحصل عندك شهوة العيون، شهوة بالجسد مباشرة. أعرف أنه هذا الروح عم يتحرك جواتك بهذه الطريقة. فلم يكن الخادم حذر ومحمي بقوة الروح القدس والمسحة لمجرد التلامس مع امرأة لدي هذا النوع من الأفاعي، راح تنتقل له، يبدأ برؤية أحلام جنسية وزنا بالأحلام. حتى الخادم، انتبه، مش بس الخادم اللي خلى إيده عليك ممكن يكون هو عنده، لا، لو أنا خادم مش مغطى بالدم، مش ممسوح، وجيت بقلد فلان وفلان وخليت إيدي على مرأة، هذه المرأة عندها روح الحية، راح تنتقل روح الحية منها لإيدي لجسدي، أنا راح أعاني من أحلام جنسية وأحلام زنا بسبب انتقال هذا الروح. أيضا هذا النوع يهاجم الإنسان كثيرا بالأحلام والحقيقة من خلال الجنس، فإن جلس في مكان، انتبه الآن على هذا المهم جدا، فإن جلس في مكان أو وسط خدمة يقوم بلمس الأعضاء الجنسية له واغتصابه، يعني مش بالحلم، بالحقيقة يبتدي هذا الروح يغتصبك وأنت جالس، يشعر المرأة تشعر أنه عم تغتصب بالحقيقة، وهي مش عم تغتصب جسديا لكن روحيا عم تغتصب. ولا يمكن لأحد أن يشعر أو يرى شيء سوى الشخص الضحية لهذا النوع من الأفعال. كذلك انتبه الآن على الكلمة القادمة، أنا قلت بالبداية أنه حكيت عن العصا اللي تحولت إلى أفعى، فاكرين لما قلت عن عصا؟ كذلك هذا الروح ومن خلال الأحلام يجلب رجال كثيرين لكي يغتصبوا الضحية، وليس فقط، بل يستخدم الأشياء العينية المتحركة مثل الكراسي، العصي، أي أمر آخر، بالأخشاب، أي شيء بالبيت، كأنه يجي يستخدم هذه العصي أو هذه الأخشاب في الاغتصاب، غير أنه هو عم يغتصب، يستخدم أشياء بالاغتصاب بالجنس مع الضحية. هي تشعر المرأة أنه في إشي من هذا النوع عم تغتصب من المقدر أفتح أكثر، لكن هذا الشيء يحصل حقيقة بالوعي وليس بالنوم، بالكنيسة، في أي مكان هي تشعر، في أي مكان جالسة فيه هي عم تغتصب، يا أما جسديا يا أما عن طريق استخدام أشياء. يمكن أن ترى حركة تحت الجلد أيضا، وكأنه أفعى تتحرك بشكل واضح في جميع أنحاء الجسد. كذلك هذا الثعبان لديه علاقة بالأمور المادية، دائما الحية مرتبطة بالمال،
دائما الحية مرتبطة بالمال، فهو سارق جيد للأموال ولفترات طويلة جدا. تذكر وصلنا على آخر. كيف أتخلص من هذا الثعبان؟ قلنا لأنه روح شهوة هو مرتبط بالأصابع. إذن أول مكان هي الأصابع، الأصابع والعيون والحواس اللي أنا بستخدمها تبتدي التحرير أو طرد الأرواح من الأصابع والعيون وكسر أرواح الشهوة والاستمناء، وخصوصا عندما يكون الشخص قادم من ديانة غير مسيحية. هذا الروح ينشط بالقادمين أو العابرين أكثر من الآخرين. ليه؟ لأنه هو جاي من خلفية تحمل جواتها طابع الزنا والشهوة والاغتصاب والزواج و فهو مرسل حتى يرجعك للسابق، يرسل لك أرواح استمناء وشهوة حتى يخليك تعرف. بعض الأوقات تشوف مثلا عابر دخل في كنيسة، حصل علاقة ما بين هاي العابرة والقسيس أو الخادم أو قائد التسبيح، فصار الكسرة أكبر. ليه؟ لأنه هي جاية بفكرة، هي عبرت جاية بفكرة أنه دخلت مكان كله قديسين، لكن تستغل، فهذا يحصل دخول لهذه الأرواح من ديانات أخرى غير مسيحية، يكون هذا الروح أكثر نشاط. لذلك يجب كسر لعنة الديانات التي أتى منها أولا، ومن ثم التوبة وقبول المسيح طلب الامتلاء بنيران الروح القدس. النار الإلهية، أكرر، الحية تستخدم معها النار، النار الإلهية تستخدم بشدة ضد هذا النوع من الأرواح، ولا يجب التوقف أو الاستسلام حتى أن حصل إظهارات مثل الغضب، الصراخ، المقاومة، تجديف. يجب التعامل بقوة مع هذا الروح وكسر المهمة التي أرسل بها. مهمته تزني، ذكر كلامي، مهمته الزنا، ربط كل الأفاعي مع بعض مع كل الجسد وأعطاء الأمر بالمغادرة، مكان لمس الساحر أو وشم الأفعى يجب أن يمسح بزيت ويقدس للرب ويكسر اللعنة اللي موجودة داخل هذا الموضوع باسم يسوع. الدرس القادم شكرا لك.